إلى الرابعين. رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الدائري كحل من الحلول للتقليص من تأثيرات التغيرات المناخية مثل محور المؤتمر حول الاقتصاد الدائري في خدمة المناخ والتنمية المستدامة، وذلك ببادرة من مجموعة من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي. عارفوا الكل لازم نكونوا يد واحده باش نجموا الحقيقه نحميوا بيئتنا ونحاولوا ايضا تخفيض من الانبعاثات الغازات الدافئه اللي هي تكون الحقيقه حل من حلول انه نقصوا في التغيرات هذه المناخيه اللي ولينا نشوفوا فيها اليوم في بلادنا في تونس، كنا ما نشوفوهاش قبل، اليوم ولات اكثر الانعكاسات نتاعها على اقتصادنا وعلى بيئتنا. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الاقتصاد الدائري كبديل للاقتصاد الخطي الذي أظهر حدوده وتأثيره على استنزاف الموارد الطبيعية وفي الرفع من الانبعاثات. نعرف النفايات تقريبا تشكل حاليا 7% من انبعاثات تونس من انبعاثات غازات الدفيئه، وعندنا مشروع خاص للتعاون مع الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي الهدف نتاعو هو تعزيز القدرات باش نمشيو اكثر نحو نوع اخر من تصرف النفايات يعتمد على الاقتصاد الدائري اللي يعتبر انه النفايات ماهيش مصدر ازعاج ولكنه ثروه لابد انه نستغلها. اجتماع لتقييم الوضع ولأخذ موقف وأخذ توصيات المجتمع المدني التونسي، نحب نعديها للقمة، قمة دبي 28 للمناخ. ما بعضنا نخدم كيفاش نضغطوا على البلدان المصنعه والبلدان المتطوره اللي هما سبب في التغيرات المناخيه، نضغط عليهم باش يمولوا، مش فقط يمولوا كيفاش ينقصوا من الانبعاثات، ولكن كيفاش انهم يمولوا التاقلم والتكيف، وخصوصا صندوق الاضرار والخسائر والاضرار. تعرف اني فيضانات وجفافات عملت برشا اضرار للفلاحين الانسان كذا، كيفاش انه يكون في الصندوق هذايا في تمويل من البلدان الغنيه باش نفر الأموال والمشاريع للناس المضرة هذو. وسيتم تضمين توصيات المؤتمر في ورقة عمل سيتم توزيعها في قمة المناخ التي ستنعقد في دبي أواخر الشهر الجاري.